السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ب سيرز جديدة اسمها Dynamic Programming Series. Dynamic Programming is a technique. زي ما اتكلمنا قبل كده، الأفضل إن واحد يأكواير التكنيكس أكتر من الألجوريزمز، لأن التكنيكس بتتعامل مع بروبلمز أكتر بكتير. التكنيك اللي هنتعرض ليه Dynamic Programming هنطول في السيرز بتاعته شوية صغيرين، لان النهارده اي كونتست تقريبا بقى بيجي فيها دايناميك بروجرامنج بروبلمز، ومثلا تبقى في كونتست اس بي سي ممكن تبقى عندك 1 اور 2 بروبلمز، فاللي بي ادمنستريت التكنيك ده كانه بيحط مسالتين في جيبه. برضه لو دخلت انت النهارده مثلا جيب بسيط على 6 مسائل بتوع الكودر او الخمسه اللي بيجوا، برضه هتلاقي ان في 1 اور 2 بروبلمز في التو ديفيجنز دايناميك بروجرامنج وهكذا. فهو تكنيك قوي ومهم، بيظهر بفريكوانسي عاليه، وبالتالي ادمنستريتنج التكنيك ده مهم جدا، فيعني يعني سيف لوتس اوف تايم من وقتك للتكنيك ده. الدايناميك بروجرامنج تكنيك هو ببساطه الكيس، احنا ادينا قبل كده شويه قبل كده معلومه عنها. كيس احنا بيبقى عندنا ريكيرسيف فانكشن بتنادي على نفسها بطبيعه الحال، لكن في اوبسرفيشن مهمه جدا. ايه هي؟ ان السب بروبلمز او السب كولز بتاعتها بتوفرلاب مع بعض. يعني ايه بتوفرلاب؟ يعني انت ناديت دلوقتي حاجه وبتنادي حاجه، بعد شويه في حد هينادي حاجه ويرجع ينادي فانكشن اتنادت قبل كده. طب اللي هيحصل انها تقعد تحسب في نفسها تاني وهكذا. فالشاهد ان احنا السبيس بتاعنا اللي هو البارامتر سبيس بتاع الفانكشن صغير، بس الفانكشن نفسها بتنادي نفسها كتير من جوه، فتلاقي ان السبيس بقى اكسبوننشال، بس السبيس اساسا كان صغير. ايه اللي يخلي البرفورمانس بتاعنا يوصل لحد اكسبوننشال؟ فالدايناميك بروجرامنج بيحل السيناريو ده. خلينا نموف لحاجه اللي كلام كونكريت عشان نفهم اكتر. فاكرين دي فيبوناتشي سيرز كانت بتقول لك البيس كيس بتاعتي ان الان بالصفر والواحد بواحد، غير كده رجع فيبوناتشي في ان ماينس 1 وان ماينس 2. لما تيجي ترسم السيرش سبيس بتاع المساله دي وتبص كده، ايه فيبوناتشي في 5 ناديت 4 و3، و4 ناديت 3 و2، و3 ناديت 2 و1. لما تيجي تبص على السيرش سبيس كولز، اولا انت ما عندكش غير ان سبيس، يعني السبيس بتاعك ما فيهوش غير ان كولز 1 2 3 4 5. بص بقى، ادي فيبوناتشي 3 مره هنا ومره هنا، بص على فيبوناتشي 2 كده مره هنا ومره هنا ومره هنا. الشاهد ان السب بروبلمز كولز بيحصل لها اوفرلاب. الفيبوناتشي اوف 3 اتحسبت هنا ورجعت تاني اتحسبت نفس الحسابات تاني هنا. يعني بص، فيبوناتشي اوف 3 عملت كام كول؟ 1 2 3 4. لما جيت تناديها هنا تاني عملت تاني نفس الاربعه كولز. يعني الريبيتيشن ده خلى الكومبيتيشن تتكرر. التري دي لما تيجي تبص لها كانك عندك نود بتبرانش مرتين بتبرانش مرتين بتبرانش مرتين، فكان عندك 2 اس ان كولز. فمثلا الفيبوناتشي في 50 اللي هو ما عندوش غير 50 اليمنت في السبيس بتاعه بيعمل الرقم البشع ده من الكولز. تخيل انت بقى. طيب الدايناميك بروجرامنج فكرته ايه؟ بيقول لك بمنتهى البساطه، لما تبقى في السيناريو اللي فيه سب كولز بتنادي بعضها سيف الانسر. يعني ايه؟ انت دلوقتي فيبوناتشي في 5 ناديت 4 وبعد كده ترجع 3 3. لما تنادي 3 وتنادي السب كولز بتاعتها وتحسب، احسب فيبوناتشي في 3 بكام؟ بحيث لما يجي ده ينادي على فيبوناتشي في 3 الكولز دي كلها ما تتكررش مره ثانيه، وبالتالي كل انبوت ما بيتناداش غير مره واحده بس. خلاص، يبقى احنا كده قلبنا الاوردر بتاعنا لايه؟ لاوردر لينير مره ثانيه، او اوردر بتاع السبيس مثلا. خلاص، هي دي كل الفكره. الفكره كلها في موضوع السيفنج. بيبقى مثلا بتتكتب ازاي؟ بعرف اري عشان اسيف فيه الحسابات، دي الريكيرسيف فانكشن العاديه بتاعتنا. انا هنا بس بانتربت بكود بسطر كده صغير، بقول له ايه؟ انا مثلا هينيشاليز السيفد انسرز ده بنيجاتيف وانز. خلاص، واجي اقول له ايه؟ هو البتاع ده اتحسب قبل كده؟ لو كنت حسبته، يعني لو كنت خليت السيفد انسر بقيمه معينه غير نيجاتيف 1 اللي هو عمرها ما تحصل، رجع الحاجه اللي احنا حسبناها دي. غير كده روح اعمل الريكيرسيف كولز عادي خالص جدا، ولما تحسبها وترجع سيف الانسر دي. خلاص، يبقى في هنا سطرين مهمين، سطر بيقول له لما الحسابات تحصل سيفها لي لو سمحت، وسطر بيقول له هي اتحسبت قبل كده. لما تيجي تفكر فيها، فيبوناتشي اوف 5 هتخش تلاقي ان مفيش اي حاجه متسيفه، وتروح منادي على فيبوناتشي اوف 4، فيبوناتشي اوف 4 تروح تنادي في فيبوناتشي اوف 3 مش هتلاقي حاجه، مش هتخش هنا هتنادي، وهكذا. لما فيبوناتشي اوف 3 ترجع بالقيمه بتاعتها ولنفرض قيمتها 5 مثلا،
هتروح مسيفة ان فيبوناتشي اوف 5 سيف ذا انسر اوف 5 اوف 3 ب 5 مثلا. لما نرجع بقى تاني ورا وفيبوناتشي اوف 4 هتروح تنادي فيبوناتشي اوف 3، فيبوناتشي اوف 3 هيبقى متسيف هنا، وبالتالي الكولز اللي حصلت دي كلها مش هتتنادى، وبالتالي الفانكشن دي احنا بنأكسسها بصوره لينير مش بصوره اكسبوننشال. بالطريقه دي الدايناميك بروجرامنج او الميمويزيشن اللي هنعرفه بعد شويه بيقلب السيرش سبيس بتاعي بدل ما انا باكسسه بصوره اكسبوننشال باكسسه بصوره لينير. خلاص الجنرال رولز بتاعتنا ايه هي؟ الجنرال رولز بتاعتنا اول حاجه ان احنا ما عندنا ريكيرسيف فانكشن، تاني حاجة السب كولز بتوفرلاب زي ما شفنا، تالت حاجة السيرش سبيس نفسه صغير اللي هو 50 في حالتنا، وبالتالي ينفع تحطه في ميموري. ما هو لو السيرش سبيس اللي فوق ده مثلا كان ب 10 مليار استحالة تحطه في حاجة. بمجرد ما انك ده يحصل بتروح مفكر في الميمورايزيشن. طيب تبع للكلام ده هل الميرج سورت ممكن نابلاي عليه دايناميك بروجرامينج؟ الإجابة استحالة. ليه؟ الميرج سورت لو تفتكروا كان بيمسك اري اوف لينس ان يقسمه حتتين، كل حتة كان بيقسم الاري حتتين ويروح ينادي الشمال ويروح ينادي اليمين والشمال يقسم وهكذا. فمثلا لو الانترفال مثلا في الاري 0 و16 الانترفال 0 في 4 ده هيتنادى مره واحده بس، وبالتالي انت لو سيفت الانسر بتاعت الاجابه من 0 ل 4 انت عمرك ما هتحتاجها مره ثانيه، يبقى مفيش حاجه مفيش داعي لحاجه زي هنا. خلاص طبيعه اغلب الديفايد اند كونكر بروبلمز ان السب بروبلمز مش بتتكرر على حاجه. خلاص الدايناميك بروجرامنج تيبيكالي تلاقيه في المينيمايزيشن بروبلم ماكسمايزيشن بروبلم والكاونتنج بروبلم، واحيانا بيكون ليه اد هوك يوزجز يعني. خلاص طيب اخر حاجه اللي فوق ده ما اسموش دايناميك بروجرامنج اللي احنا كتبناه، ده اسمه ميمويزيشن. ميمويزيشن مش ميمورايزيشن. ميمويزيشن هو انك انت يكون عندك كود ريكيرسيف بينادي نفسه اكتر من مره والفانكشنز بتتنادى اكتر من مره فبيروح مسيفها. امال مين الدايناميك بروجرامنج؟ الدايناميك بروجرامنج عكس الكود بالظبط بس بيبقى بوتوم اب، يعني تطلع من تحت لفوق وتقعد ايه تبني الحاجه من تحت لفوق فما تحتاجش تكررها. خلاص ازاي؟ بيبقى حاجه بالمنظر دوت، مثلا بتعرف الاري بتاعك تحط البيس كيس وتبدا من الصغير للكبير تقعد توصل كل مره فيبوناتشي اوف اي بيساوي الاثنين دول زي بعض وفي الاخر ترجع فيبوناتشي اوف ام. الكود ده كده اسمه ايه؟ ده اسمه دايناميك بروجرامنج، لكن الريكيرسيف اللي عملناه ده اسمه ميمويزيشن. خلاص تيبيكال يعني الميمويزيشن مور ناتشرال لان هو عباره عن ريكيرجن، فهتلاقينا طول الوقت شغالين في ايه؟ في الريكيرجن، بس احيانا الدي بي بيبقى از ماست زي ما هنعرف قدام يعني. خلاص التوتوريال دي هيبقى اغلبها عن الميمويزيشن. تعالوا بقى نتحرك لمور كومبلكس اكزامبلز لعل ايه لعل نقدر نفهم الموضوع ايه بصوره مور كونسيستنت. فاكرين المساله دي احنا شرحناها في الريكيرجن قبل كده؟ كانت بتقول لك ايه؟ معانا جريد ان في ان وعايزين نبدا من اول سيل ونروح لاخر سيل، كل مره من حقك يا تروح يمين يا تنزل لتحت. المطلوب منك تلاقي باث بحيث مجموعه يكون ايه؟ اكبر ما يمكن. خلاص؟ لاحظ ان موضوع اكبر ما يمكن ده معناه ان احنا في ماكسمايزيشن بروبلم زي ما حكيت من فوق من شويه. لما تيجي تحاول تنمريت الباسز بتاعت جريد زي دي هتلاقي نفسك مثلا ايه رحت 1 5 1 2 8 9 5 1 7 8 9 وهكذا. خلاص طبعا كل الجريدز هتبدا عند 5 وكلها هتنتهي عند كام؟ 9. الخمسه قدامها كام تشويس انيشيالي؟ يا 1 يا 6. خلاص فتلاقي ان في شويه سب كولز 5 1 وشويه كولز 5 ايه 5 6، والخمسة واحد نفسه قدامه كام اوبشن؟ 2 و7، فهتلاقي ان في شوية كولز عبارة عن 5 1 2 وفي شوية كولز عبارة عن 5 ايه؟ 1 7 وهكذا. أنا ممكن أبص تاني زي ما حكيت كده ممكن أبص لها على إنها خمسة وداخلة يا إما على واحد يا إما على ستة، ونفس الحكاية الواحد دي داخلة على شوية حاجات ممكن أبص لها على إنها 2 أو 7 وهكذا. الفكرة دي تخليني أقدر أكتب ريكيرسيف فانكشن. ريكيرسيف فانكشن بتبدا من عند الزيرو زيرو تنتهي عند الان ولان، هتبقى حاجه عامله ازاي؟ هتبقى بالمنظر ده. فانكشن اسمها ماكس باث فام بادئه بار وسي، كل مره بتعمل ايه؟ كل مره بتشوف اولا هل احنا وصلنا لاخر مكان اللي هو ان وان؟ لو رجع خلاص الايه وصلنا، لو لا هيروح يجرب الطريق اللي في الرايت ويروح يجرب الطريق بتاع الداون، يعني يقول له ايه ما تروح تجيب لي احسن باص من اليمين كده، ما تروح تجيب لي احسن باص من من تحت كده، ويشوف احسن حاجه من الاثنين دول يماكسمايز عليها ويضيف نفسه عليها. طبعا زي كده الخمسه فوق دايما هتضاف على الباص اللي هيجي من هنا او اللي هيجي من هنا. خلاص ده كده ده ريكيرسيف كود، احنا كده ما جيناش لسه جنب الميمويزيشن ولا الدايناميك بروجرام، يعني قبل ما تموف لازم تفهم ازاي الريكيرجن ده شغال. خلاص
يتبقى السؤال، هل الريكيرجن ده بيحصل فيه ريبيتيشنز؟ هل ده بيحصل؟ هل بنادي سب كول ممكن يتكرر؟ يعني مثلا هل ممكن المكان اللي اسمه مثلا واحد واحد ده اللي هو فيه سبعه ده، هل ممكن يتنادى اكتر من مره؟ الاجابه اه. الخمسه لو راحت للواحد ممكن تروح للسبعه، والخمسه لو راحت للسته ممكن تروح للسبعه. يبقى الكود دوت هيجي عند سبعه مرتين، كل مره يعمل نفس الحسابات اللي سبعه بتعملها. السبعه بتعمل ايه؟ بتروح للثمانيه او بتروح للاربعه. خلاص؟ طيب مش احنا لو حسبنا السبعه دي لما جات لها كل اول مره، لما يجي تاني مره هنادي، يعني دلوقتي ايه الاوبتيمال كيس بتاعت السبعه؟ 7 4 9 ولا 7 8 9؟ 7 8 9. يبقى الافضل ان احنا نسيف الانسر بتاعت السبعه، بحيث انها لو جت مره تانيه ايه نسيف. طيب الفانكشن دي ازاي نقدر نعمل لها ميمويزيشن؟ الفكره ببساطه ان احنا عندنا تو انتجر ار وسي، دول بيمثلوا كل الكوز الممكنه المختلفه، فاحنا عايزين نسجل ستيت، يبقى احنا محتاجين ميموري بتاخد حاجتين، واحدة R وواحدة C، وبترجع ايه؟ بترجع انت. خلاص؟ يبقى احنا محتاجين نبتدي نعرف زي ما انا كاتب هنا اهو، نعرف array dimension بتاعته بالاوتبوت، بننيشالايز الاري ده بفاليوز القيم بتاعتها ايه؟ القيم بتاعتها قيمة استحالة تيجي كاوتبوت. خلاص؟ لان احنا عايزين يبقى عندنا كده حاجة زي فلاج بنعرف بين كانت الستيت دي فيستد قبل كده ولا لا. فمثلا هننيشالايز الحاجة مثلا بتاعتها بماينس 1، وبعدين هاجي هنا بعد البيس كيس والفاليديشن على اي حاجه انفاليد في الاول، هبتدي اقول هل القيمه بتاعتي بنيجاتيف 1؟ لو لا يبقى هرجعها اتحسبت قبل كده، غير كده هحسب دوت واحسب ده زي ما بنعمل بالظبط، بس لما نخلص احطه فين؟ احطه كانسر عندي. خلاص كده؟ بصوره عامه الدايناميك بروجرامنج محتاج حد يبقى المنتاليتي بتاعته ريكيرسيف، فحاول دايما تبقى ترين نفسك على الموضوع دوت. خلاص؟ الحاجه الثانيه المهمه ان الديبيز هو يعني رغم ان هو جنرال كاتيجوري، الا ان في باترنز كتيره معروفه مشهوره، فالبوكس الطبيعيه بتدي مثلا منهم 1 2 3 باترنز. احنا في السيرز بتاعتنا دي هبتدي اتكلم على باترنز كتيره اتعرفت عليها من خلال الايه؟ الاكسبيرينس. ايه لازمه الحركه دي؟ زي ما كنت بشرح في السيرز بتاعت هاو تو براكتس اللي انا بعمله ده، اسمها ترانسفيرنج الاكسبيرينس تو نولج. يعني بناخد اللي اتعلمناه ونبتدي نحوله لنولج. فانا مثلا زمان اتعلمت 3 باترنز وفي الحياه اتعلمت 7 مثلا، دلوقتي انا ممكن اشرح لك 10، فابقى سيبك باورفول وريدي انك تميت مور تشالنجينج دايناميك بروجرامينج بروبلمز. اخر بروبلم معانا يعني كمحاوله لان احنا دماغنا تبقى اوبن في موضوع الدايناميك بروجرامينج، بيقول لك ان انا هديك سيكونس من الارقام. خلاص؟ وبعدين بيقول لك حط بينها اللي يعجبك كبلس اور ماينس، يعني بلس ماينس 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 اللي يعجبك، بحيث ان مجموع السيكونس دي في الاخر يبقى رقم معين. فهو هيديك السيكونس اللي هو مثلا 17 و5 بس اللينس ان طبعا، وهيديك الرقم النهائي. وبيقول لك سؤال واحد، هل ممكن تعرف انك انت تطلع الرقم ده؟ خلاص؟ طيب لو انا معايا 4 ارقام هنا، خلاص؟ ومن حقي احط هنا بلس او ماينس وبلس او ماينس وبلس او ماينس، يبقى انا معايا كام كومبينيشن كلها؟ يبقى انا معايا 8 طرق مختلفين عشان احط الحاجه. خلاص؟ طيب لو انا معايا مثلا 10 حاجات، مثلا معايا 11 رقم، يبقى انا معايا 10 بلس او ماينس، يبقى انا معايا 2 اس 10 ديفرنت ايه؟ ديفرنت كومبينيشن. خلاص؟ طيب هو في المساله دي مثلا كان مديك ال ان بحوالي 100 ولا 1000؟ 100 ده اللي هو 2 اس 100، ده رقم مش دوبل اساسا. خلاص؟ فمبدئيا كده لو مجرد انك تكتب كود بيجرب ال 2 اس 100 ده كود مش هيفيد، بس خلينا نبتدي بيه. احنا ممكن نبتدي نفكر في فانكشن. الفانكشن دي عامله ازاي؟ الفانكشن دي هتبتدي تقول تعالى نروح عند البلس دي. فاكرين زمان مثلا كنا نحاول نجنريت سترنج باينري والحاجات دي، هي دي زي الباينري سترنج اللي كنا بنجنريته. انا دلوقتي هبعت مثلا اول رقم معايا، وبعدين قبل ما التاني رقم ده يا اما اجربه بالخمسه فيبقى 17 زائد 5، يا اما اجربه بالناقص فيبقى 17 ناقص 5، وبعدين اركرس على الرقم اللي بعده اجربه بالزائد وبالناقص وهكذا. بالطريقه دي احنا بنجرب الاثنين اس ان اللي حكينا عليهم. خلاص؟ فانكشن ممكن تكون عامله ازاي؟ حاجه بالمنظر ده. فانكشن موجوده عند بوزيشن معين ومعاها السم بتاع الارقام لحد دلوقتي. خلاص؟ فبتقول ايه؟ بتقول لو الاي بيساوي ان
انا اسف، هو هنا مش بيديك مجموع ارقام بيقول لك خليهم بيساوي رقم، لا ده بيقول لك هل مجموعهم ديفيزابل باي رقم كي معين هيديه لك ولا لا. خلاص يعني مثلا ايه ال 16 ديفيزابل باي 2 مثلا، ال 58 ديفيزابل وهكذا. خلاص يبقى هو بيديك سيكونس وبيديك رقم، وهل تعرف تجمعها بطريقه تخلي المجموع ديفيزابل باي كي ولا لا. فاحنا معانا الرقم ومعانا السم سو فار، كل مره بنعمل ايه؟ بقول له جرب تروح على الرقم اللي بعدي واجمع معايا الكرنت فاليو، او جرب تروح على الرقم اللي بعدي واطرح مني الكرنت فاليو. طيب بمجرد من ان احنا نوصل للنهايه هتشيك هل السم ديفيزبل باي كي ولا لا، لو ديفيزبل رجع 1 غير كده رجع ايه؟ صفر. خلاص الفانكشن هنا ينفع تكون بوليان اكشن مش انتجر، يعني احنا احرف هنديها بانيشال بمين؟ ب 1 اللي هو اندكس 1 والفاليو اوف صفر، يعني كاني بقول له ايه؟ احنا بادئين ب 17، مره نادي 17 زائد 5 ومره نادي 17 ناقص 5. مثلا 17 زائد 5، مره نادي 17 زائد 5 زائد ناقص 21، ومره نادي 17 زائد 5 ناقص ناقص 21 وهكذا. فكانها شجره كل مره عماله تفرع ايه؟ فرعين فرعين فرعين. خلاص؟ الفانكشن دي كده الاوردر بتاعها ايه؟ فانكشن بكل مره بتبرانش مرتين، يبقى الفانكشن دي الاوردر بتاعها 2 اس ان بالمنظر دوت. خلاص يعني لان الاي هتنزل الان ليفل كلهم ماشي، فاحنا عندنا ايه ببرانش مرتين والان ليفل، يبقى انا بتكلم على 2 اس ان تمام كده. طيب سؤال، الصم ده عباره عن ايه؟ الصم ده ولنفرض مثلا ان السيكونس دي عباره عن 100 رقم، خلاص وكل رقم اكبر فاليو فيه 100 واصغر رقم ناقص 100، يبقى اكبر صم ممكن يحصل لي بكام؟ 100 في 100 ب 10000، واصغر صم 100 ناقص 100 في ناقص 100 ناقص 10000، يعني الصم ده اخره 20000 قيمه مختلفه والاي ب 100. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان السيرش سبيس بتاع البروبلم دي، خلي بالك ان فكره الصم فكره اساسا مش سهله، فكره صايعه، مفاداها ان احنا مش محتاجين نكيب السيكونس اللي معناه. يعني افرض مثلا معاك 10 ناقص 2 ب 8، او مثلا خدت مثلا اي حاجه ثانيه جمعت 8، انا مش فارق معايا ان انا معايا كام لحد، مش فارق معايا مين اللي خدته ببلس اور ماينس، فارق معايا الصم لحد دلوقتي بكام، تمام كده؟ فلازم نفهم الريكرنس دي الاول. فالفكره ان انا بدل ما اخزن السيكونس اللي خدتها خزنت مجموعها، لان انا كل اللي يفرق معايا ان انا اضيف قيمه جديده يا اما بالزائد يا اما اضيفها بالايه؟ يا اما اضيفها بالناقص. خلاص؟ طيب مره ثانيه الصم ده كده اخره كام حاجه؟ 20000، والاي بكام؟ والاي ب 100، 100 في 20000 ب 200000. استنى بقى كده، انت بتقول ان الفانكشن دي بنعمل 2 اس 100 كولز، وهي كل الحكايه عباره عن 20000 سيرش سبيس في السيرش سبيس 200000. طيب ما تميمورايز ال 200000 بتوعك، لو عملت ميمورايزيشن ال 200000 حولت الكود دوت بقى زي الفيبوناتشي بالظبط، الاوردر بتاعه اوردر ال 200000 ده. وصلت الفكره؟ طيب تريك اصيع من كده، هو احنا كان فارق معانا الصم فعلا؟ لا، ده احنا كل عايزينه ان الصم سو فار يبقى ديفيزبل باي كي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا كل اللي يفرق معانا هل المجموع سو فار ديفيزبل باي كي ولا لا، بحيث لما نوصل لهنا يبقى معانا رقم يا اما ديفيزبل بالكي فعلا يا اما لا. انا يعني انا ما يفرقش معايا الاكشوال صم، يفرق بس معايا المد دوت بصفر ولا لا. يعني انا عايز اقول لك ان انا اقدر اعمل الريكرنس كمان بطريقه افضل من كده، بدل ما اخزن الصم هخزن المد بس. خلاص؟ وكل مره هضيف على المد وهطرح من المد، وبعدين لما هضيف رقم على المد هاخده تاني بالمد. بس خلي بالك الارقام بالبوزيتيف والنيجاتيف، فالرقم عشان يبقى نيجاتيف لو هو نيجاتيف بنعمل ايه؟ بدل ما بنرجع ايه مود كي بس، بنرجع ايه مود كي بلس كي مود كي، ده بيحول النيجاتيف مد لبوزيتيف مد، لان احنا ما يفرقش معانا. وبعدين بقول له في الاخر لو انت وصلت للنهايه اتاكد ان المد بصفر. مره ثانيه التركه دي اللي احنا عملناها عباره عن ايه؟ التركه دي بتقول بدل ما تخزن الصم خزن المد سو فار، وكل مره لما تضيف رقم ضيفه وحط المد او اطرح وحط المد. طيب احنا الاوردر بتاعنا كده بقى عباره عن ايه؟ بقى اي في مد، المد دي في المساله كان ب 100، انا كده حولت المساله دي من ميمورايزيشن كان فوق 100 في 20000 ل 100 في 100 بس. خلاص فالحركه البسيطه دي قدرت ايه؟ قدرت تحسن المود. بس خلاص دي اكزامبلز كده على الدايناميك بروجرامنج. لو سمحت امسك كل اكزامبل فيهم، اعمل فيري سمول اكزامبل، اقعد تريسه بالايد لحد ما تتاكد ان كل مساله هنا انت ايه؟ قدرت تفهمها. السيرز هتبتدي تتكلم في حاجات صعبه، فبليز بليز استدي الحاجات دي فيري ويل. سلام عليكم.